موفقين ان شاء الله. بردكم دوم موفقين. ما عيش من لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلم تيار المستقبل. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. الإجراءات اللي اتخذت سياسيا وأمنيا خفضت نسبة إطلاق النار بين البريفي والبكالوريا 63%. المشنوق من بعده، الانتخابات الفرعية ستجري وفق قانون 60 وفي الدوائر عينها. بر يدعو إلى جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين ويلتقي قنعان في عين التينة. تيلرسون يعود إلى الدوحة بعد رفض الدول الأربع الحلول المؤقتة وتمسكها بقائمة المطالب. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد، تصريحات رئيسة البنك المركزي الأمريكي تلقي بظلالها على اتجاه الدولار. وفي الرياضة، رودريغيز إلى ألمانيا وألفيش إلى فرنسا. أهلا بكم. ملفا الأمن والانتخابات شكلا محور لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أطلع عون على تراجع نسبة إطلاق النار بالتزامن مع صدور نتائج الامتحانات الرسمية، معلنا أن الانتخابات الفرعية ستجري على الأرجح في أيلول المقبل وفق قانون 60. 63% تراجعت نسبة إطلاق النار ابتهاجا بين نتائج البروفي ونتائج الشهادة الثانوية. هذا ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة. تبين أن الإجراءات اللي اتخذت سياسيا وأمنيا خفضت نسبة إطلاق النار بين البريفي والبكالوريا 63%، يعني تقريبا الثلثين، بسبب الإجراءات اللي أخذتها قوى الأمن وبسبب الحملة الإعلامية والسياسية اللي رافقتها. الحمد لله قدرنا نخفف عن اللبنانيين إزعاج ووجع راس وخوف ورعب، وهي مناسبة لوجه تحية لقوى الأمن على الجهود اللي قاموا فيها لتوقيف كل الناس المعنيين بهذه المقالفة أو جريمة إطلاق النار بالهواء من شان نتائج الامتحانات. وأيضا صار وقت أن الواحد يوجه تحية للقضاء على إجراءاته الصارمة بالمراحل اللاحقة اللي خلت المواطنين يكونوا أكثر انضباطا، يكونوا أكثر تنفيذا للقانون بدون قتل أبرياء مجانيين برصاصة توقع على فلان أو فلان من الناس اللي بتعرفوا بعضهم كان أطفال وبعضهم كان رجال كبار في السن وبعضهم، وزائد الرعب اللي بيحسوا فينا. المشنوق أشار إلى أن البحث مع الرئيس عون تطرق للانتخابات الفرعية المقبلة والتي ستجري وفق القانون الأكثري وبالدوائر القديمة نفسها. القانون بيقول أنه أول دعوة لانتخابات فرعية لازم تكون قبل بشهرين، يعني ب 17 آب، اليوم ب 13 يعني بعد 4 أيام. وتاني دعوة، الدعوة الأخيرة بتكون ب 17 آب، يعني قبل بشهر، لأنه آخر موعد ممكن تعمله قبل المدارس هو الأحد ب 24 أيلو اللي ممكن يتم فيه الانتخابات الفرعية. نحن جهوزيتنا بوزارة الداخلية جدية، كتبنا لكل النقابات ولكل الجهات المعنية بتسمية لجنة الإشراف، ومنتظرين أجوبتهم من اللي يسموا الأعضاء اللي بيرشحون لعضوية هيئة الإشراف، وبيبقى أنه نجي على مجلس وزراء بالاعتمادات المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات الفرعية اللي حنجري معها أيضا في حال حصولها انتخابات بعض البلديات، عشرات ممكن حوالي 40 بلدية ما تمت فيهم الانتخابات أو انحلت البلديات لاحقا بعد إجراء الانتخابات الأخيرة.
المشنوق سئل عن كلام للنائب عقاب صقر عن إمكان تعاون تيار المستقبل والوزير السابق أشرف ريفي في الانتخابات الفرعية في طرابلس، فأوضح أن صقر قال أن كل الأمور مفتوحة ولا شيء مقفل، لافتا إلى أن هذا الكلام رأي شخصي للنائب صقر وليس رأي كتلة أو تيار المستقبل أو الرئيس سعد الحريري. وفي قانون الانتخابات الجديد قال المشنوق: قطعنا شوطا كبيرا في رسم هيكلية قانون الانتخابات الجديد ونستعين بتجارب دول أخرى. في شأن آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة يومي 18 و19 من الشهر الجاري لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. بر التقى أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان الذي أعلن أن الاجتماع كان بناء على صعيد الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. وأضاف كنعان: لقد أقرينا موازنة وزارة الطاقة وسنحاول حلحلة المواد العالقة في وزارات أخرى، أما بما يخص الحسابات المالية فهي مسؤولية وزارة المال والحكومة. قررت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين التي انعقدت مساء أمس إعداد ورقة عمل في كيفية التعامل مع مسألة النزوح من جوانبها كافة. ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف، وتم خلال الاجتماع البحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح السوري إلى لبنان من جوانبها كافة والاتفاق على تحضير ورقة عمل بهذا الإطار. كما تم التطرق إلى المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى لبنان وسبل تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين السوريين. اجتماع اللجنة سبقه اجتماع الرئيس الحريري إلى ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والمستشار نديم الملا. جيرار اكتفت بالقول إن البحث تطرق إلى أوضاع النازحين بشكل عام. كما استقبل الرئيس الحريري نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان وعرض معه التطورات والأوضاع العامة. واليوم التقى الرئيس الحريري سفير الكويت في لبنان عبد العالي القناعي وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما اجتمع إلى سفير بنغلاديش في لبنان الذي أوضح أن البحث تناول التحضيرات لزيارة الرئيس الحريري إلى دكا في كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أنه أطلع رئيس الحكومة على التحضيرات لإقامة أسبوع بنغلاديش في لبنان قريبا. كذلك استقبل الرئيس الحريري مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام. الوضع الحياتي والإنمائي في عكار حضر في ورشة عمل عقدت في مجلس النواب بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان. وزير الدولة لشؤون النازحين أشار إلى أن عكار تعاني من الإهمال وغياب أي خطة إنمائية تحد من الفقر الذي يعاني منه سكانها، محذرا من أن الإرهاب عادة ما يأتي من الفقر والتهميش والظلم والتمييز. عكار بحاجة إلى خطة إنقاذ عاجلة تساعدها على الخروج من الظلم وغياب العدالة التي تعانيها. هدفنا هو التنسيق والتعاون من أجل تصويب مسار الجهود التنموية والعمل معا على الأسس العلمية لخطة تنموية طويلة الأمد. نحن بحاجة لأنه ما نخلي الإرهاب يفوت إلى مناطقنا. الإرهاب اللي بتغلغل وقت اللي بيكون ما في عدالة، وقت اللي بيكون في تهميش، وقت اللي بيكون في ظلم، وقت اللي بيكون في تمييز بين مواطن ومواطن. كل هذا حقيقة اللي عم يصير حاليا بعكار لن يؤدي إلا إلى ما لا يحمد عقباه. أمنيا، أعلنت قيادة الجيش عن توقيف اللبناني عبد المجيد علي أمون في محلة عين الشعب في عرسال، والمطلوب لإقدامه على تجارة الأسلحة ومراقبة تحركات وحدات الجيش وتواصله مع إرهابيين. والسوري محمد فيصل الواو لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضد الجيش. وقد ضبطت لدى المدعو أمون سيارة فان ودراجة نارية من دون أوراق قانونية.
شدد لقاء الجمهورية على الدور الوطني للمؤسسة العسكرية التي أثبتت أنها الأقدر على محاربة الإرهاب، مؤكدا أن مهمة إنهاء تنظيم داعش في جرود عرسال أو غيرها من المناطق اللبنانية تقع حصرا على عاتق الحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبناني، ولا يجوز بتاتا التخلي عن هذا الدور لصالح أي جهة أخرى. وتتابعون بعد الفاصل. القوات اليمنية تحقق المزيد من التقدم جنوب تعز. وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الدوحة قادما من الكويت، حيث من المقرر أن يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في محاولة لإنهاء الأزمة بعد أن أبلغته الدول الأربع رفضها الحلول المؤقتة مع الدوحة. يعود وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون إلى الدوحة قادما من الكويت التي بدأ منها جولته الخليجية في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو شهر بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها. الوزير الأمريكي عرض مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تطورات الأزمة، وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على أهمية دور الوساطة التي تقوم بها الكويت، ومن ثم ينتقل تيلرسون إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لنقل نتائج لقاءاته مع وزراء خارجية الدول الأربعة في جدة. وتشير التوقعات إلى أن الاجتماع سيكون حاسما في الأزمة القطرية، فإما أن يعلن تيلرسون التوصل إلى حل للأزمة وتقريب وجهات النظر أو تنفتح الأزمة دوليا. تيلرسون كان سمع في محطته السعودية تمسكا سعوديا وإماراتيا وبحرينيا ومصريا بضرورة وقف قطر دعم الإرهاب وتمويله، وعلى الرغم من أن اجتماع جدة لم يخرج بأي بيان إلا أن موقف الدول الأربع ظل واضحا من خلال تمسكها بمطالبها لحل الأزمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع تناول الأبعاد المختلفة للأزمة مع قطر واستعرض كافة التطورات الأخيرة. وطرح وزير الخارجية سامح شكري القلق المصري حيال مواقف قطر، مؤكدا تمسك مصر بالمطالب التي قدمتها الدول العربية، كما أكد شكري خلال الاجتماع على أن التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل قطر الإيجابي مع المطالب وتوقفها عن دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية. اعتبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن أمام قطر خيارين فقط في الأزمة الحالية، إما أن تكون عضوا في التحالف لمكافحة الإرهاب أو أن تكون في الجانب الآخر. ورحب الشيخ عبد الله بن زايد بالاتفاق الذي وقع مؤخرا بين قطر والولايات المتحدة، لكنه قال أن على قطر أن تقوم بجهد مضاعف في تغيير رؤية الكثير من الدول لما تقوم به من إيواء ودعم وتمويل منظمات متطرفة وأصوات تدعو للعنف والكراهية. وقال أن دول الخليج العربية قررت عدم التساهل مع الجماعات المتطرفة الإرهابية. تواصل مفاوضات جنيف أعمالها لليوم الرابع على التوالي في نسختها السابعة وسط إيجابية بتوحيد المعارضة. وصل طرفان النزاع في سوريا لليوم الرابع على التوالي المحادثات غير المباشرة في الجولة السابعة من مفاوضات جنيف وسط مناقشة المسائل الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية السياسية. رئيس وفد المعارضة نصر الحريري أوضح أن وفده تقدم بمقترحات الانتقال السياسي ويحقق تقدما بشأن القضايا المطروحة مع فرق الأمم المتحدة خلال الاجتماعات الفنية، لكن النظام السوري يرفض الدخول في المفاوضات بشكل جدي. وتحدث الحريري عن تقدم بشأن توحيد المعارضة السورية كاشفا عن حوار فتح بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين منصتي القاهرة وموسكو. الهيئة العليا للمفاوضات منذ عدة أشهر فتحت باب الحوار مع منصتي القاهرة وموسكو، وهذا الأمر كان من يعني بإرادتها، وكذلك أصدرت قرار بأن يتم ضم ممثل عن منصة القاهرة وممثل عن منصة موسكو، وهذه الحوارات استمرت حتى إلى هذه اللحظة.
وفيما تستمر المفاوضات حتى السبت المقبل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعه مع نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين كان علامة طيبة، وأظهر أن البلدين يمكنهما العمل معا لوقف إطلاق النار في سوريا، وأن الهدنة في الجنوب السوري خير مثال على ذلك. ميدانيا، أعلن المتحدث العسكري الأمريكي الكولونيل راين ديلون أن مستشارين عسكريين أمريكيين ينتمون للقوات الخاصة ينفذون مهمة مشورة مواكبة لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الرقة، مؤكدا أنهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية. أما في إدلب فقتل وجرح العشرات من هيئة تحرير الشام بتفجير انتحاري استهدفت نقطة عسكرية عند معمل الغزل في محيط المدينة، وذلك بالتزامن مع الحملة التي تشنها الهيئة في المحافظة لتطهيرها من تنظيم داعش. قطع الجيش اليمني خطوط إمداد جماعة الحوثي والمخلوع صالح في مديرية الوزاعية جنوب غربي تعز بعد مواجهات عنيفة بين الطرفين. أحكم الجيش الوطني اليمني سيطرته على تبتي الحمراء والسوداء الواقعتين ضمن الخط الأمامي لجبهة الكتحة في محافظة تعز، وبذلك تمكن الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشيات باتجاه مديرية الوزاعية جنوب غربي تعز. وكانت المواجهات العنيفة تركزت في مناطق زبد وجبل الدرب وجبل علقة في الكتحة، حيث تكبدت الميليشيات خلالها خسائر بشرية كبيرة سقط فيها العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح بينهم أحد أبرز قياداتها في الكتحة. أما سياسيا فكشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أفكارا جديدة تتضمن 5 حوافز لحل الأزمة اليمنية، وأوضح أن الحوافز تشمل تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر ميناء الحديدة، ووضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات واستعمال الواردات لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب. وفيما يتمحور الحافز الخامس حول تشكيل نواة اتفاق وطني يخفف من معاناة اليمنيين. قتل ما لا يقل عن 20 مسلحا في تنظيمات إرهابية بقصف جوي نفذته طائرة عسكرية مصرية غرب مدينة رفح شمال سيناء. نفذت الغارة في قرية بلعة أسفرت أيضا عن تدمير سيارة للعناصر الإرهابية بصاروخ من دون طيار أثناء محاولة الفرار من الضربات الجوية، ما أدى إلى مقتل 4 مسلحين كانوا بداخلها. ويشن الجيش المصري عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين المتورطين في الهجوم على نقطتين عسكريتين في منطقة البرث جنوب مدينة رفح. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى باريس لعقد قمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تتصدرها مكافحة الإرهاب، على أن يشارك الجمعة بذكرى يوم الباستي في جادة الشانزليزيه، كذلك الاحتفالات بمرور 100 عام على دخول القوات الأمريكية الحرب العالمية الأولى. على وقع العاصفة السياسية التي تضرب البيت الأبيض والانتقادات الحامية فيما يتعلق باتصالاته مع روسيا، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبعد بداية شائكة للعلاقات بينهما يجد كل منهما الآن ما يدعوه لتحسين الصلات. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لتلفزيون BFM إن ما يريد إيمانويل ماكرون أن يفعله هو إعادة ترامب إلى الدائرة بحيث لا تستبعد الولايات المتحدة التي لا تزال القوة العظمى في العالم، كما أن ماكرون سيشدد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الحليفين. مسؤول في الإليزي قال إن ماكرون لن يتردد في التطرق إلى قضايا خلافية مثل قضايا المناخ والتجارة. ويقول مسؤولون أمريكيون وفرنسيون إن زيارة ترامب لباريس ستتيح للزعيمين التركيز على المساعي الدبلوماسية والعسكرية المشتركة التي تتداخل فيها مصالح بلديهما، ومنها حل الصراع في سوريا ومكافحة الإرهاب العالمي. في غضون ذلك تقدم النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا براد شيرمان بطلب رسمي لبدء إجراءات عزل ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة، ووقع على الطلب الذي أودع في دوائر مجلس النواب أيضا النائب آل جرين، مؤكدا أن إدانة ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة تقود إلى عزله. ويستند تشيرمان في اتهامه للرئيس إلى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي حول مايكل فلين أحد أقرب مستشاري ترامب قبل أن يعمد ترامب إلى إقالة كومي. اندلع حريق ضخم داخل مستودعات للذخيرة داخل سكنة للجيش التركي على الطريق السريع بين مدينتي كليس على الحدود السورية وغازي عنتاب.
وترددت أصوات انفجارات الزخائر في المنطقة جراء الحريق الذي لم يتم الكشف عن أسبابه على الفور. وأغلقت السلطات التركية الطريق السريع نظرا لضخامة حجم النيران، حيث لا تزال فرق الإطفاء تعمل على محاصرتها تفاديا لانتشارها وتمهيدا لإطفائها بشكل كامل، الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلا. انتشر فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو على وشك كشف من وصفت بحبيبته الجديدة في لقطة لم تبثها القنوات الحكومية الروسية. وظهر الرئيس الروسي خلال إجازته الصيفية متجها لزيارة إحدى الكنائس، فخرج من سيارته وقام بفتح الباب الخلفي قبل أن تشير له المرأة الجالسة على المقعد الخلفي بإغلاقه مجددا، على الأرجح بسبب تواجد مصورين. ووفقا لموقع ديلي ميل فإن المرأة التي ظهرت تحمل حقيبة حمراء ولم تتضح ملامحها. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الاقتصاد تقفل محال تجارية في برج حمود. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. المشنوق من بعضة، الانتخابات الفرعية ستجري وفق قانون 60 وتراجع نسبة إطلاق النار. بري يدعو إلى جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين ويلتقي كنعان في عين التين. وتلرسن يعود إلى الدوحة بعد رفض الدول الأربع الحلول المؤقتة وتمسكها بقائمة المطل. نوه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بالمواقف العربية والإسلامية والدولية وخصوصا في السعودية والإمارات ومصر للحفاظ على الأمن العربي الذي ينبغي تحصينه بمزيد من التعاون والتكاتف والتضامن لمصلحة الشعوب العربية. جاء ذلك خلال اجتماع المفتي إلى السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي والسفير المصري نزيه النجاري والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، حيث جرى البحث في الأوضاع اللبنانية والعربية. استنكرت جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية سياسة الرئاسة الجديدة للجامعة والتعيينات الأخيرة. واعتبرت الجمعية خلال مؤتمر صحفي أن عدم مراعاة الثوابت اللبنانية هو ضرب للتوازن من خلال المس بحقوق المسيحيين. جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية وجميع الحضور أحزاب مسيحية ممثلين عن الكنائس أن تطالب بما يلي: أولاً التأكيد على ضرورة العمل على وقف السياسة الفئوية الضيقة في الجامعة اللبنانية وإبقائها النموذج الوطني الرائد، ضرورة مراعاة التوازن والمناصفة في مختلف الدوائر والمعاهد والكليات مع التأكيد على اختيار الأكفياء من كل الطوائف. دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى وضع خطة اقتصادية شاملة بموافقة رئيس الجمهورية وإقرار الحكومة. وفي كلمة له خلال إطلاق رؤية التيار الوطني الحر الاقتصادية، شدد باسيل على أنه يجب أن يكون هناك مجلس اقتصادي وزاري دائم لمناقشة المشاريع وإطلاق عجلة الاقتصاد، لأن البديل هو الإفلاس. نحن بنعتبر أنه استعدنا كلبنانيين القرار بمعاني السيادية وبمعاني السياسية الداخلية باستعادة التوازن. من بعد ما اليوم صرنا بمرحلة جديدة عنوانها التوافق بين اللبنانيين، صار في عنا رئيس جمهورية وحكومة وقانون انتخاب جديد، بنقدر نتكل عليهم لنكون رحنا إلى مرحلة استقرار سياسي. وفينا نقول أنه الأولوية اليوم صارت للاقتصاد، والبرهان أنه بوقت قصير أخذنا ثلاث جرعات سياسية كتير كبيرة بالوقت على مستوى البلد من سنين: انتخاب رئيس جمهورية، حكومة لأول مرة متوازنة بهالشكل، وقانون انتخاب جديد لأول مرة بيرضوا عنه كل اللبنانيين. وبالرغم من هيدا الشيء الاقتصاد ما أخذ الاندفاعة اللازمة واللي كلنا سوا متوقعينها وناطرينها وطالبينها. معناتها مطلوب منا أكثر عمل اقتصادي، أكيد بيتعزز بمناخ سياسي
إنما اليوم صار واضح عنا كلنا سواء أنه الاقتصاد هو الأولوية. بعد قرار مجلس الوزراء بإغلاق المؤسسات التجارية غير المرخصة، جال وزير الاقتصاد والتجارة رائد دخوري في منطقة برج حمود، حيث أعلن عن إغلاق ملحمة ومحلين لبيع الخضار لعدم حيازتها على الرخص اللازمة للعمل. في الذكرى المئوية الثانية لاختراع الدراجة الهوائية برعاية سفارة ألمانيا، بلد المخترع الأول لها، نظمت بلدية مغدوشة معرضا يحكي قصة وتطور الدراجة الهوائية، ويتضمن دراجات قديمة الصنع من بينها نسخة مصنعة لأول دراجة هوائية أبصرت النور قبل 200 عام. وجرت إزاحة الستارة عن لوحة تذكارية لمسار للدراجات الهوائية في البلدة بحضور النائب ميشيل موسى وشخصيات. بعد الفاصل في الاقتصاد، أسعار الغذاء كانت الأكثر تأثرا من أزمة قطر. والآن الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. شكرا رشا، أهلا بكم. زاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8% في الشهر الماضي من 0.1% في مايو أيار في قطر، وظل أدنى بكثير من معدل التضخم في يونيو حزيران البالغ 2.16% في حزيران 2016. وزادت أسعار المستهلكين 0.7% على أساس شهري في يونيو حزيران من العام الحالي، وتأثرت قطر سلبا بقطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل، وزاد هذا التكاليف بالنسبة لقطر التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت للكثير من الواردات. وكان الأكثر كلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء، وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء. وزادت كلفة المشروبات والأغذية 2.4% على أساس سنوي و 2.5% على أساس شهري في يونيو حزيران، وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك، حيث انخفضت 1.9% على أساس سنوي في مايو أيار. وقفزت تكاليف النقل بسبب زيادة أسعار الوقود المحلية أيضا، بينما انخفضت كلفة الإسكان والمرافق 2.9% على أساس سنوي. تصدر الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي قائمة المستفيدين من انخفاض نظيرهما الأمريكي، بعد شهادة جانيت يلن رئيسة البنك المركزي الأمريكي التي عززت موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية. وانخفض الدولار مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي في التعاملات الآسيوية، متخليا عن مكاسب الأسبوع الماضي، مع صعود واسع النطاق لعوائد السندات العالمية. واستقرت العملة أكثر في المعاملات الأوروبية المبكرة، لكنها تظل منخفضة 0.25% منذ نهاية التداولات الأمريكية يوم الأربعاء. وانخفض الدولار 0.15% إلى دولار 14.30. وأبدت يلن حذرا بشأن التضخم في المستقبل، لتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها يوم الجمعة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2% على أساس شهري، مقارنة مع زيادة بلغت 0.1% في الشهر السابق. وأمام الدولار سجل اليورو منذ قليل دولار 0.15. انخفضت أسعار النفط بفعل استمرار المخاوف بشأن فائض الإنتاج، لكن بيانات قوية بشأن واردات الصين وإشارات على أن المخزونات الأمريكية تنخفض تدريجياً قدمت بعض الدعم للأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات عن أحدث إغلاق له في $47.70 للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3 سنت إلى $45.46 للبرميل. وجاءت الانخفاضات بعد أن قال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط ما زالت تعاني من تخمة المعروض لأسباب من بينها ارتفاع الإنتاج من حقل نفطي في كازاخستان. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في وقت متأخر يوم الأربعاء إن العالم سيحتاج 32,200,000 برميل يوميا من الخام من أعضائها في العام المقبل، بانخفاض 60,000 برميل يوميا مقارنة مع العام الحالي
في الوقت الذي يجد فيه المستهلكون خيارات متزايدة من الإمدادات القادمة من خارج أوبك. إلى ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية إن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو حزيران إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، في الوقت الذي يضخ فيه العديد من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به وفقا لاتفاق الإنتاج، مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها. وانخفض التزام أوبك بالتخفيضات إلى 78% الشهر الماضي من 95% في مايو أيار، حيث بدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والجابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا. وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700,000 برميل يوميا في الأشهر الأخيرة. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد. إلى بعد الفاصل في الرياضة. الإصابة تمنع ديوكوفيتش من الوصول إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس. وهلأ صفحة رياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. أعرب اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز عن سعادته بوصوله إلى ألمانيا للانضمام إلى نادي بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعد ما توصل لاتفاق طبعا مع نادي ريال مدريد بهالشأن هيدا. وقال رودريغيز: أنا مسرور بالتواجد في نادي كبير، كلنا نعرف من هو بايرن وماذا يعني. وأضاف: إنها ثقافة جديدة ونادي جديد، إنها حياة جديدة، ولكن لدي رغبة كبيرة في خوضها وأحلاما كثيرة. أتمنى أن أقوم بالأمر على نحو جيد. بدورة كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أنه رودريغيز وقبل انضمامه إلى البايرن على سبيل الإعارة من صفوف الريال جدد عقده مع نادي الملكي حتى عام 2021، أي إلى ما بعد موسمين من انتهاء فترة الإعارة، وبشرط جزاء يبلغ 60 مليون يورو. بدوره أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع البرازيلي داني ألفيش قادما من نادي جوفنتوس الإيطالي بعقد بيمتد حتى عام 2019 وبراتب سنوي بيوصل إلى 14 مليون يورو. وفسخ ألفيش عقده مع جوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بحزيران الماضي، وسط تقارير رجحت انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي للعب تحت إشراف مدربه السابق ببرشلونة الإسباني بيب غوارديولا، إلا أنه فريق العاصمة الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية كان السابق بالحصول على توقيعه. وقال ألفيش ببيان نشر الموقع الإلكتروني للنادي: أنا سعيد للغاية بالانتقال إلى البي أس جي، لمست في الأعوام الأخيرة من بعيد مدى نمو النادي الذي أصبح قوة على الساحة الأوروبية. أما رئيس النادي ناصر الخليفي فأعرب عن سعادته وفخره باستقبال ألفيش، مضيفا أنه حيويته وطاقته رح يكونوا إضافة للفريق، وأن الجمهور رح يعشق شغفه بالفوز يلي ما بيفارقه. أبدى نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي رأيه بالمدرب الجديد للنادي الكتالوني فالفيردي. وقال ميسي بتصريحات أثناء إحدى الفعاليات الترويجية باليابان نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: أمتلك رغبة كبيرة في مقابلته والعمل تحت قيادته وتقديم أفضل ما لدي. فالفيردي أثبت أنه مدرب عظيم وقادر على تحقيق الإنجازات والألقاب معنا. في أخبار التنس، تأهل السويسري روجر فيدرر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى للمرة 12 بمسيرته، وبفوزه على الكندي ميلوس راونيتش بثلاث مجموعات من دون رد وبواقع 6-4 6-2 و7-6. وهيك بيكون ثأر السويسري من خسارته بنصف النهائي عام 2016 أمام راونيتش، حيث عم بيواصل سعيه لإحراز لقبه الثامن بويمبلدون، وهو طبعا رقم قياسي. فيدرر رح يتلاقى بنصف نهائي بطولة ويمبلدون بتشيكي توماس بيرديتش بعد انسحاب منافسه الصربي نوفاك ديوغوفيتش من الدور ربع النهائي. وتقدم بيرديتش على ديوغوفيتش 7-6 و2-0 قبل ما يعلن الأخير حامل لقب البطولة الإنجليزية ثلاث مرات انسحابه بسبب إصابة بذراعه اليمنى.
توفي الأمريكي تشاك بليزر عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق والمخبر الرئيسي بفضائح الفساد يلي ضربت المنظمة الدولية عن 72 عام بعد معاناته مع مرض السرطان. ويعتبر بليزر أحد أبرز أسباب اندلاع فضائح الفساد بالاتحاد الدولي، إذ كان المخبر الرئيسي يلي استخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للكشف عما يحصل من مخالفات مالية بالفيفا، وأدت سلسلة الفضائح إلى اعتقال واتهام نحو 40 مسؤول سابق بالفيفا وإلى إيقاف رئيسه بحين السويسري جوزيف بلاتر يلي اضطر إلى الاستقالة من منصبه. وكان قد أوقف بليزر عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم مدى الحياة بعام 2015 لاعترافه بتلقي الرشاوة. هذا كان كل شيء بأخبارنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى تذكير بالعناوين. الإجراءات اللي اتخذت سياسيا وأمنيا خفضت نسبة إطلاق النار بين البريفي والبكالوريا 63%. المشنوق من بعبدة، الانتخابات الفرعية ستجري وفق قانون 60 وفي الدوائر عينها. بري يدعو إلى جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين ويلتقي كنعان في عين التينة. تيلرسون يعود إلى الدوحة بعد رفض الدول الأربع الحلول المؤقتة وتمسكها بقائمة المطالب. وفي الاقتصاد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأمريكي تلقي بظلالها على اتجاه الدولار. وفي الرياضة رودريغيز إلى ألمانيا وألفش إلى فرنسا. نهاية النشرة، إلى اللقاء. موفقين في دبرتكم دوما. موفقين. ما عايش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلب تيار المستقبل.